السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الأولى في مادة Inorganic Pharmaceutical Chemistry للمرحلة الثالثة. أنا الصيدلانية سيماء محمود، راح أكون معكم في جزء من محاضرات النظري وجزء من العملي. موعد محاضرتكم راح يكون كل يوم خميس الساعة 8:30 صباحا. راح أنزلكم المحاضرة بشكلي PDF وبشكل PowerPoint. أتمنى لكم الموفقية والنجاح بهذا الكورس، وأهم شيء الصحة والسلامة. نبدأ بالـ Pharmaceutical Chemistry. أعطي Simple Definition لهذا العلم اللي أقصد بينه: It concerned with the drug design and synthesis of biologically active molecules. The aim is to gain a new chemical molecules that could enable the discovery of new pharmaceuticals or optimize already known structure. يعني نحن بهالعلم غح ندرس الـ Drug Design، الهدف أنه أحصل على new pharmaceuticals أو أنه أعمل optimization للـ already known structure بحيث أنه أحسن الـ activity أو أقلل من adverse effect. Most of the drugs or many drug molecules are organic compound. لكن مع هذا there are other elements in the periodic table، خاصة الـ metals offer a much more diverse chemistry and have important therapeutic applications. نحن بهذا الكورس راح ندرس فقط الـ inorganic pharmaceuticals، بينما الـ organic drugs راح تاخذوها خلال الكورسات القادمة. هذه هي الـ textbooks اللي نستخدمها as a references لهذا الكورس. هذا هو السيليبس اللي راح تدرسونه في هذا الكورس. We will start our study with atoms. What are they and what do they do? راح نبدأ مع الأتومز. What are they and what do they do? Atomic structure. The atom is the smallest unit of matter. It is important to understand the structure of atoms because the various chemical and physical properties of matter are determined by its elemental composition and the elements are composed of atoms. Subatomic particles. Atom is composed of a nucleus at the center, which contains most of the mass of the atom, surrounded by a negatively charged particles, which are the electrons. They have negligible mass and occupy separated region of space. الذرة ستكون مكونة من نواة مركزية محاطة بجسيمات سالبة الشحنة وهي الإلكترونات. الكتلة الخاصة بالذرة ستكون معظمها مركزة في النواة، في حين أن كتلة الإلكترونات ستكون نوعا ما مهملة بسبب صغرها. The nucleus is composed of protons which are the positively charged particles and neutrons which are the uncharged particles. النواة ستكون مكونة من جسيمات موجبة وهي البروتونات، وجسيمات متعادلة هي النيوترونات. This is the atom. It's composed of the nucleus surrounded by electrons and the nucleus contain the protons and the neutrons. هذا التيبل يمثل the subatomic particles وخصائصها من ناحية الماس والشارج. لو أنني أعطيت للبروتون relative mass رقم 1، مقابلة راح يكون relative mass للنيوترون أيضا 1، في حين أن كتلة الإلكترون راح تكون 1/1836. هذا يبين مدى صغر كتلة الإلكترون مقارنة بالنيوترون والبروتون، ولهذا نحن نوعا ما نهمله وما نذكره. Atoms can be described by two numbers، واللي أطيق أعتبرهم كأنما هم الـ identity الخاصة بكل element. الـ first one هو الـ atomic number، واللي أرمز له بالرمز Z، أو ما يعرف بالعدد الذري. It is equal to the number of protons the atom contain، يعني العدد الذري راح يساوي عدد البروتونات. ولو ناخذ كإكزامبل، the hydrogen atom has one proton، therefore its atomic number is 1.
and the same as carbon. It has 6 proton, so the atomic number is 6. العدد الثاني اللي يميز لي الإليمنت هو الماس نمبر، واللي أرمز له بالرمز A، وأقصد بينه عدد الكتلة. عدد الكتلة راح يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. It is equal to the number of protons plus the number of neutrons. هذا الدايجرام راح يوضح لكم وين نحن راح نكتب الماس نمبر والاتوميك نمبر. الاكس راح يمثل لي السيمبل الخاص بايتش اليمنت، راح اكتبهم بالجهة اليسرى. الماس نمبر راح اكتبه بالجهة اليسرى العليا بالابر بارت، بينما الاتوميك نمبر راح ينكتب بالجهة اليسرى السفلى. راح ناخذ اكزامبل على الشيء الذي ذكر، هو الفلورين. نلاحظ انه العدد العلوي اللي هو 19 راح يمثل لي الماس نمبر، في حين انه العدد السفلي 9 يمثل لي الاتوميك نمبر. لو اريد معرفه عدد او النمبر اوف بروتونز، it would be equal to 9 واللي هو نفسه الاتوميك نمبر، في حين انه النمبر اوف نيوترونز راح يكون 10 اللي هو راح اخذه من الماس نمبر. الماس نمبر يساوي النمبر اوف بروتونز زائد نمبر اوف نيوترونز، وانا اوريدي عندي النمبر اوف بروتونز، فاطرحهم راح يطلع لي 10 هو النمبر اوف نيوترونز. الشيء الاخر المهم اللي نذكره انه الاتومز راح تكون الكتريكالي نيوترال، اي ان البوزيتيفنس اوف ذا بروتونز از بالانسد باي ذا نيجاتيفنس اوف ذا الكترونز، اي ان عدد البروتونات راح يكون مساوي لعدد الالكترونات. فبالنسبة للمثال السابق، لو أنا أريد أحسب number of electrons راح أيضا equal to 9 اللي هي مساوية للnumber of protons. مثال آخر هو عندنا البوتاسيوم، عندنا الماس نمبر اللي هو 39 and the atomic number is 19. فلو أريد حساب البروتونز راح تكون equal to 19 equal to the atomic number، وراح يكون مساوي لها الإلكترونز أيضا 19، في حين أنه النيوترونز راح تساوي لي 20، أحسبه من أنه أطرح الفرق ما بين الماس نمبر والأتوميك نمبر، أو أن أقول أنه الماس نمبر وأطرح منه عدد البروتونات راح يعطيني عدد النيوترونز. Isotopes: The number of neutrons in some atoms can vary within a small limit. For example, there are three kinds of carbon atom: carbon 12, carbon 13, and carbon 14. هناك بعض ذرات يكون هناك اختلاف في عدد النيوترونات فيما بينها، في حين أن عدد الإلكترونز وعدد البروتونز متساوي. هذا ما نطلق عليه بمصطلح الايزوتوبس. ولو ناخذ مثال عليها هو الكربون، أنا عندي ثلاث أنواع من ذرات الكربون: كربون 12، كربون 13، وكربون 14. في الأنواع الثلاثة البروتونز متساوية، هي 6، والإلكترونز أيضا متساوية، في حين أنه عدد النيوترونز راح يكون مختلف. في الكربون 12 يكون 6، كربون 13 هو 7، في كربون 14 هو 8. نلاحظ أنه الاختلاف راح يكون within small limit، يعني عدد بسيط ما يكون عدد كبير. هذا ما نطلق عليه مصطلح الايزوتوبس. هذا الشيء ما راح ياثر لي على الكيميكال بروبرتيز، لانه الكيميكال بروبرتيز تعتمد على النمبر اوف الكترونز. الاختلاف راح يكون هناك اختلاف في الفيزيكال بروبرتيز، وهذا ما نطلق عليه بالايزوتوبس. بهالحاله الاتومز راح يكون عنده نفس الاتوميك نمبر، ذا سيم اتوميك نمبر، لكن الاختلاف راح يكون بالماس نمبر. Atomic Orbitals: هناك العديد من النظريات التي وضعت لوصف تركيب الذرة، آخرها هي نظرية العالم بور in 1930 and involve a planetary picture of the atom. اعتبر بأن الإلكترونز particles revolve around the nucleus in a stationary planar orbit. الإلكترونز راح تكون تدور حول النواة، وهذا ما
هو مشابه للبلانيت as they revolve around the sun. تبع إن 1920 the theory of quantum mechanics for the description of ultra small particles. The electrons are placed in a discrete volume of space. راح تكون الإلكترونات موجودة في مجال أو حجم محدد من الفراغ، وهذا ما نطق عليه بالأتوميك أوربيتالز. And there are four number for describing these orbitals, and these number are called the quantum numbers. هناك أعداد مهمة توصف هذه الأوربيتالات، وهذا ما نطلق عليها بأعداد الكم. The first quantum number is the principal quantum number. ونعطينا الرمز N. It describes the energy level on which the orbital reside. يمثل لي مستوى الطاقة الخاص بهذا الأوربيتال. The energy associated with electron increases as it located further from the nucleus. كلما ابتعد الإلكترون عن النواة راح تكون مستوى الطاقة الخاص بينه أعلى. قيمة هذا الغلاف راح يمثلها بـ integer value، عدد صحيح يبدأ من الرقم واحد وإلى ما لا نهاية، وهذا هو راح يمثل لي رقم الغلاف. N هو رقم الغلاف المحيط بالنواة. قسم من المصادر بدل الأرقام تستخدم الأحرف، تعطينه رمز K L M N. All orbitals that have the same value of N are said to be in the same shell or level. يعني عادة من أجي أخذ أوربيتالات وأخشع أن قيمة N لها متساوية، معنى هذا أنه هي راح تكون موجودة بنفس الغلاف أو بنفس مستوى الطاقة. The second number is the suborbital quantum number، واللي نعطينه الرمز الـ L المائلة. It describes the shape of the orbitals or the electron cloud. وظيفته يحدد لي شكل الأوربيتالز. قيمته راح تكون integer value، يحددها قيمة الغلاف N اللي قبله. فمثلا راح تكون دائما قيمته N minus 1، راح تبدي من الصفر إلى آخر رقم هو يكون N minus 1. فدائما دائما الاس راح تكون نوع الاوربيتال اس دائما قيمته 0، ال اللي هو راح تكون 0، ال بي راح تكون 1، ال دي راح تكون 2، وال اف راح تكون 3. ك اكزامبل عندما ناخذ ال ان 1، اذا كان قيمه ان 1 ال كان اونلي ايكوال 0، لو طبقنا n-1 راح تكون قيمة l في هالحالة 0، meaning that the shell n has n1 has only an s orbital، بمعنى انه نحن نعرف بان الغلاف الاول دائما يحتوي على orbital s فقط. لكن لو اخذنا قيمة n تساوي 3، فاريد احسب قيمة l لها، راح اكون اقول 3 ناقص 1 تساوي 2، واثنين هو راح يقابل لي الأوربيتال دي، بمعنى أنه الغلاف الثالث راح يبدي يظهر الأوربيتال دي بالإضافة إلى أوربيتالات S و P. هذا هو طريقة حساب قيمة L بالاعتماد على قيمة N. The third number is the magnetic quantum number، واللي أرمز له بالرمز ML. Specify the orientation in space of the orbital of a given energy n and shape l. يعني أنا بعد ما حددت مستوى الطاقة وشكل الأوربيتال، راح أبدي أحدد توزيعه أو اتجاه هذا الأوربيتال بالفراغ. قيمته راح تكون من ما لا نهاية إلى minus 1، 0، 1، وأيضا ما لا نهاية. This number divides the subshells into individual orbitals. نحن قلنا بالبداية كان عندي N يمثل لي الشيل، رجعت بالرقم الثاني بديت أحدد subshells اللي هي ممكن أن تكون S, P أو D. بعدين بهذا الرقم راح أبدي أحدد هذا subshells إما orbital بينه قيمة أو عدد قيمه، ما إما قيمته، عدد قيم هذا الرقم راح نحسبه من 2L زائد 1. For example, if the value of L equal 1، واللي هو ال P orbital، قلنا L 1 معناته P orbital، you can write 3 values for this number. لو أجي أطبق 2 في 1 زائد 1 غيطلع لي
الرقم 3 معناته بأنه أنا عندي ثلاث قيم لهذا الأوربيتال اللي هي minus 1, 0, 1. ولهذا نحن من نرسم أوربيتال B عادة نرسم بينه ثلاث أوربيتالات. 3 subshells. These subshells have the same energy but different orientation in space. راح يكون نفس المستوى الطاقة، لكن الاختلاف راح يكون بتوزيعه بالفراغ. هذا الشكل يوضح طريقة حساب الماجنتيك كوانتم نمبر. لو نجي على قيمة L تساوي 0 واللي هي بالنسبة لأوربيتال S، لو أجي أطبق القانون 2L زائد 1 2 في 0 زائد 1 راح تطلع لي قيمة واحدة لأوربيتال S، فقيمة الـ ML اللي هو راح تكون 0. أوربيتال 1 الـ S بينو وقيمة الـ ML اللي هو راح تكون 0. لو نجي على أوربيتال P، الـ L راح تساوي 1 2 في 1 زائد 1 يساوي 3، فلهذا P من أرسمه أعطينه 3 أوربيتالات. قيمة الماجنتيك كوانتم نمبر اللي راح تكون minus 1 0 1. ادي 2 قيمة L اللي هو، فاثنين في 2 زائد 1 راح تطلع لي 5 قيم من الماجنتيك كوانتم نمبر، 5 أوربيتالات، وقيمتهم راح تكون ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 وهكذا. من أذكر ماجنتيك كوانتم نمبر من أقول minus 2 أعرف أنه الإلكترون آخر إلكترون بالتوزيع الإلكتروني راح يكون في هذا المكان، وبهذا راح أقوم أحدد الأوربيتالات وتوزيعه بالفراغ. هذا الشكل راح يوضح لكم الشيء الذي شرح سابقا. لو نجي على أوربيتال S، من أنا أرسم أوربيتال S أرسم له أوربيتال 1، هذا بسبب أنه S شكله راح يكون سفير، فأنا الشيء ما راح أوجهه هو يبقى سفير، ولهذا راح نرسم له أوربيتال 1. بينما الأوربيتال P راح يكون شكله يشبه التو بالونز، فأنا من أجي أحركه بالفراغ راح يكون عندي 3 orientation، وحدي باتجاه الـ X axis، وحدي باتجاه الـ Y axis، والأخرى باتجاه الـ Z axis. ولهذا الـ P عادة من نرسمه نرسم بينه 3 orbitals. بالنسبة لأوربيتال D عنده 5 orientations. هذه هي الـ orientation، إما راح تكون باتجاه الـ Y Z axis، X Z، X Y، X 2 Y 2، or راح يكون هذا الشكل الأخير اللي يكون الأورينتيشن الخامس، ولهذا هذا الأقصد بينه من أقول بأنه الدي عنده 5 values. هذه هي الأورينتيشن اللي راح تكون بها أوربيتالات دي موجودة. The final number is the spin quantum number. Specify the orientation of the spin axis of an electron. The spin quantum number describes the direction the electron is spinning in a magnetic field. يعني اتجاه البرم للإلكترون، إما يكون باتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة، فبهالحالة راح يكون عندي two values for this number، إما positive or minus. هذا الدايجرام يعطيني مختصر لكل الفور كوانتم نمبر. بدينا بالN اللي هو حدد لي رقم الشيل، بعدين الL قسم لي الشيل إلى سب شيلز اللي هي S و P و D و F، بعدين الML قسم لي هذه السب شيلز إلى أوربيتالز. الP صار عنده 3 أوربيتالز، الD 5، والF 7. بعد هذا صاعدنا السبين كوانتم نمبر، دخل بداخل الأوربيتال نفسه، حدد لي الإلكترون اتجاهه باتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة. Rules can be set for determining the structure of any particular atoms. The above process mean to build up. When writing electron configurations, we are building up electron orbitals. Before the process can be properly employed, there are some fundamental rules that must be followed.
فراح نكتب الإلكترونيك كونفيجوريشن الخاصة بكل أتوم. هناك رولز يجب أن نتبعها. The first one is the Pauli exclusion principle state that in any atom no two electrons can have the same four quantum numbers. This means that no more than two electrons can occupy the same orbital, and the two electrons in the same orbital must have opposite spin. يعني خلال أو عندما نرسم الإلكترونيك configuration الخاص بالذرة ما ممكن أن يكون عندي إلكترونين يتساوون بأعداد الكم الأربعة. ممكن أن يتساوون بالعدد الأول، بالعدد الثاني، بالعدد الثالث، لكن بالعدد الرابع يجب أن يكونون مختلفين. والسبب في هذا أنه خلال في داخل الأوربيتال نفسه كل إلكترون راح يكون عنده سبين مختلف. لاحظوا هذه هي البولي exclusion principle، انه الالكترونز راح يكون عنده different in spin. وكا example راح اخذ ال first when we have the first three quantum number n تساوي 1 l تساوي 0 وال ml تساوي ايضا 0. ال n 1 معناته انا بالغلاف الاول، ال l 0 قلنا معناها هي orbital s، وال ml قيمته 0 لأنه orbital s عنده orbital واحد فقط. Only two electrons can be correspond to these, which would be either يعني ms إما تكون minus half or plus half. يعني قيمة ال ms في هالحالة راح يكون عندي قيمتين، إما زائد نصف أو ناقص نصف. لو أنا كان عندي قيمة واحدة من ال ms بهالحالة راح يكون عندي إلكترون واحد في هذا الأوربيتال، وبهالحالة راح تكون هذه الذرة هي ذرة الهيدروجين. لكن لو أنا كنت عطيته قيمتين للعدد ms بهالحالة راح تكون الذرة هي ذرة هيليوم. يعني الاختلاف راح يكون في الرقم الأخير، تساوى بالأرقام الثلاثة الأولى لكن الرقم الأخير ما ممكن أنه يكون عندي إلكترونين متساويين بهذا الرقم. الرول الأخرى هي الهانس رول. It states that the lower energy orbital must be filled before higher energy orbitals, and each electron will first fill all the degenerated orbitals اللي هي الorbitals with similar energy before pairing with another electron in a half-filled orbital. هذه الرول تنص على أنه من أبدي أملي الorbitalات لازم أملي الأوربيتالات ذات الطاقة القليلة قبل ما أملي الأوربيتالات الأعلى منها. يعني أبدي بالطاقة القليلة وأزداد إلى الـ higher energy level، يعني أوربيتال 1s قبل 2s وقبل ما أنتقل إلى الـ 3 أو اللي يكون عندهم energy أعلى. وأنه من أملي الأوربيتالات اللي بها مثلا أوربيتال P راح أبدي أملي بإلكترون منفرد، وبعد هذا أبدي أعمل pairing للإلكترونز. يعني ما يصير أعمل pairing في أول أوربيتال وأن الأوربيتالات الأخرى تكون فارغة، لازم أملي الأوربيتالات كلها بإلكترون منفرد وبعدها أقوم أعمل pairing للإلكترونز. الإكزامبل هو الإلكترونيك configuration of nitrogen. النمبر of electrons بالنسبة للنيتروجين هي 7. فنلاحظ انه بدينا ملينا ال 1s وبعدين انتقلنا على ال 2 الغلاف الثاني اللي هو يكون الانرجي اللي هو اعلى، ملينا ال 2s وبعدين ال p. نلاحظ بانه ال p اوربيتالات ملت بالكترونات منفردة. بالنسبة للاكسجين اللي النمبر اوف الكترونز لها تكون 8، التوزيع الالكتروني كان بانه ملينا اوربيتال s 2s بعدين انتقلنا إلى 2p املت بإلكترونات منفردة، وبعد ذلك صار عندي pairing للإلكترونز. And this is the schematic representation of the order in which the orbitals are filled. كإكزامبل، this is the electronic configuration of chromium.
الأتوميك نمبر اللي هو 24، وهذا هو توزيعه الإلكتروني. قسم من المصادر، بدل ما أنه تكتب كل هذا التوزيع الإلكتروني، تختصر هذا الشيء بأنه تعتمد على الإنرت غاز that precede the element being considered. يعني نيجي على الجدول الدوري، ناخذ الإنرت غاز اللي يسبق هذا العنصر ونحط نوضع رمزه، وبعدين نكمل بالتوزيع الإلكتروني اللي أزيد منه. مثال على هذا هو الصوديوم. عندنا هذا هو الإلكترونيك configuration of sodium 1s2 2s2 2p6 3s1. This can be written using the neon core for the first 10 electrons. بما أنه الإنرت غاز اللي يسبق الصوديوم هو النيون، فراح نكتب النيون بين قوسين ونرجع نكمل فقط الزيادة اللي هي أزيد من النيون، واللي هي بالنسبة للصوديوم راح تكون 3s1. similarly المانجانيز، مكان ما أنا أقعد أوزع الإلكتروني كونفيجوريشن اللي هو راح يستخدمون الأرجون اللي هو الإنرت غاز اللي يسبقه، ويرجع يكتب الأوربيتالات أو التكملات التوزيع الإلكتروني اللي هي أكثر من هذا الإنرت غاز. هذه ممكن أنه نلاحظها في قسم من الكتب أو المصادر. Ionization is the process of losing one or more electrons by chemical or physical means, and the positive ion produced is termed cation. راح تفقد الذرة واحد أو أكثر من إلكتروناتها لتكون أيون موجب هو الكاتيون. عادة the most loosely held electron هو اللي راح يصير له lost. بعد هذا راح يصير عندي rearrangement of the remaining electron in an ion to a more stable configuration، إلى أن أصل إلى الconfiguration اللي يكون stable. لو نيجي على الأتوم اللي يكون بالtransition series أو العناصر الانتقالية، عادة الأيون راح تتحول إلى أيون، راح يبقى دائما الأوتر شيل هو يكون الدي أوربيتال يكون موجود بها. مثال على هذا هو الكوبالت، عندما يتحول إلى أيون يفقد 2 إلكترون ويتحول إلى كاتيون. الإلكترونيك كونفيجوريشن اللي هو لاحظ بأنه ما معنى هذا أنه هذول 2 إلكترونز has been lost from the s orbital كما هو مبين. احتمال أنه هذا الإلكترونز تكون be lost from the d orbital، هو اللوز إلكترون راح يكون يصير له لوس. بعد هذا راح يصير عندي ري أرنجمنت إلى أن أصل إلى الستيبل ستيت. الذرات اللي راح يكون الغلاف الخارجي لها يكون S أو P، عادة من راح يصير له أيونيزيشن راح تعطيني الأيونيك أو الإلكترونيك كونفيجوريشن اللي يشابه الإنرت غاز. مثال على هذا هو الصوديوم، نلاحظ أنه غلافه الأخير هو 3s، عندما يتأين يتحول إلى كاتيون راح يفقد 1 إلكترون، وبهالحالة الإلكترونيك كونفيجوريشن اللي هو راح يصير مشابه للإنر غاز اللي يسبقه واللي هو النيون. Elements in group 6a and 7a which have larger number of electrons in their p orbitals tend to ionize by accepting electrons to form anions. العناصر اللي موجودي في جروبات 6 و7a من الجدول الدوري في الغلاف الخارجي سيكون لديها اوربيتالات p تقريبا فيها عدد كبير من الالكترونات. هذه العناصر راح يصير لها ionization بانه راح gain electrons and form anions، راح تتحول الى ايونات سالبه باكتسابها للالكترونز. These ions have completely filled p orbitals so that the valence shell structure is the same as the inner gas in the same period. راح يمتلئ عنده اوربيتالات p، وبهذا يكون عنده electronic configuration مشابه للانر gas اللي راح تجي بعده في نفس البيريود. مثال هو الاكسجين. الاكسجين غلافه الخارجي يحتوي على 2s2 2p4، فنلاحظ أوربيتالات P بها 4 ويمتلئ بستة،
بينو أربعة فالعدد كبير من الإلكترونات، راح يصير له ايونيزيشن باكتسابه لتو إلكترونز ويتحول لي إلى كاتيون. الغلاف الخارجي راح يكون 2s2 2p6 وهو مشابه للنيون. البروم نفس الشيء، الغلاف الخارجي عنده 4p5 أوربيتالات p بها 5 إلكترونز، راح يكتسب إلكترون واحد يتحول إلى الأنيون. الإلكترونيك كونفيجوريشن اللي هو راح يكون مشابه للكريبتون. The periodic law. A table suggested by the Russian chemist Mendeleev and the German chemist Meyer around 1868-1870. When elements are arranged in order of increasing atomic number, there is a periodic repetition of their physical and chemical properties. عند ترتيب العناصر في الجدول الدوري تم ترتيبها بالاعتماد على عددها الذري، ولاحظوا بأنه هناك تشابه بشكل دوري بين الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز لهذه الاليمنت. فالبيريوديك لو the properties of element are a periodic function of their atomic number، يعني قد يتأثر بعددها الذري أثناء الترتيب. لاحظوا خلال الجروبات راح يكون هناك نوعا ما تشابه بالفيزيكال والكيميكال بروبرتيز. الجدول الدوري راح يكون مكون من horizontal rows، يعني صفوف أفقية نطلق عليها اسم البيريودز أو الدورات. عددها راح يكون 7 وراح نرقمها بأرقام من 1 إلى 7، وراح يكون مكون أيضا من vertical columns، راح يكون عندي أعمدة. هذه الأعمدة نسميها بالجروبز أو الزمر، وهذه الإليمنت اللي تكون موجودة في هذه الجروبات راح يكون عندها similar physical and chemical properties. عادة الجروبز راح نعطيها number and letter، يعني ما راح نعطيها رقم فقط، نعطيها رقم مع حرف. The groups are divided into A and B subgroups. مثل ما ذكرت بأنه الجروب راح أعطيها رقم وحرف، ما راح أعطيها رقم واحد فقط، فهذا الحرف إما راح يكون A أو B. Group A are 8 groups correspond to the filling of S and P orbitals. جروبات A راح تكون عددها 8 وهي كل الإليمنتس اللي يكون غلافها الخارجي بينه S and P orbitals. Having a principal quantum number of the period or row in the table. الـ principal quantum number راح يكون مساوي لرقم الـ period لهذه الإليمنت. Group 8A contain the inner gases which end each period. في نهاية كل دورة أكو إليمنت، فالجروبز لهذه الإليمنت اللي هو آخر جروب موجود بالجدول الدوري راح يمثل لي الإنر جازز اللي راح يكون عنده غلاف الأخير بينه أوربيتالات بي ممتلئة، وهذه العناصر لهذا راح تكون unreactive. البيريود 2 and 3 S and P orbitals are filled in normal fashion and referred to as typical element. بيريود 2 و 3 نطلق عليهم اسم التيبيكال إليمنت. جروب B من الجدول الدوري يمثل لي الترانزيشن إليمنت، العناصر الانتقالية، راح يكون في وسط الجدول الدوري between group 2A and 3A، وهذه العناصر راح يبدي يظهر بها أوربيتال D، ولهذا راح يكون عنده some properties differ from group A. الترقيم للجروب B راح يكون مشابه لجروب A، أيضا راح نعطيهم رقم مع حرف B، ما عدا بالوسط عندنا جروب 8 راح يكون without subgroup، هذا هي يطلق على هذه المجموعة من الإليمنت اسم real transition element. الترقيم من اللاحظه راح نلاحظ بأنه جروب 1B and 2B راح يكونون موجودين بالنهاية وما راح يكونون موجودين بالبداية، راح يبدي الترقيم من 3B ونمشي إلى النصف بالأخير راح يكون 1B and 2B.
السبب لأنه العناصر أو الإليمنتس اللي موجودة باي الجروبات راح يكون الإس أوربيتال بها يملي بنفس أو بشيء مشابه للجروبات اللي موجودة بال1A and 2A. وهذا المثال يبين، نلاحظ بأنه البوتاسيوم اللي هو من جروب 1A غلافه الخارجي راح يكون 4S1. الكبر اللي راح يكون موجود بجروب 1B أيضا غلافه الخارجي راح يكون 4S1، ولهذا بدوا بالترقيم أو ترقيم هذه الجروبات اللي هي بالنهاية أخذ 1B and 2B. في أسفل الجدول الدوري راح نلاحظ أنه عندنا separated long period، راح تبدي من group 3B in 6th and 7th period. هذه العناصر راح نطلق عليها مصطلح اللانثينايد والأكتينايد، لها خواص متشابهة فيما بينها، راح يبدي يظهر عند الأوربيتال F. This is the periodic table. These are the periods having number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ونلاحظ الجروبات الرموز الخاصة بها 1A 2A وبعدين 3A 4A 5A 6A 7A وفاينالي 8A اللي تمثل لي الانرت جازز. بالوسط عندنا جروب B اللي هي مترانزيشن إليمنت، ونلاحظ انه بالجروب 8 و 9 10 ما راح يكون عندهم سب جروبس، ما راح يكون موجود عندنا السب جروبس. في اسفل الجدول الدوري هناك جروب اللانثينايد والأكتينايد اللي شرحناهم. هذا الجدول الآخر يمثل لي الإلكترونيك كونفيجوريشن بالنسبة للإليمنت ضمن الجدول الدوري. نلاحظ بأنه الغلاف الخارجي اللي راح يكون المملوء خاص بكل جروب من هذه الجروبات. هناك بعض الخصائص للذرات يمكن تحديدها من البريوديك تيبل. ونبدأ بالأتوميك راديوس. Generally, the atomic radius decreases across a period from left to right. لو أنا أخذ البريود الواحدة أو أتحرك بالعناصر عنصر عنصر من left to the right، اللي ألاحظه أنه راح يقل عندي الأتوميك راديوس. السبب بهذا أنه أنا خلال البريود الواحدة كل الإليمنتس راح يكون عندهم نفس N، نفس عدد الأغلفة، لكن اللي قيصير بيهم أنه قيزداد عدد الإلكترونات كلما اتجهتوا نحو الرايت، فهذا راح يسبب attraction forces أكثر ما بين الإلكترونز وما بين النيوكليوس، فلهذا كلما اتجهتوا باتجاه الرايت راح يصغر عندي الراديوس لأنه الاتراكشن فورسز راح تكون أكبر. Moving down a group in a periodic table راح أش يصير عندي؟ راح يزداد عندي الأتوميك راديوس. The number of electrons and filled electron shells increases and the atomic radius increases. خلال الجروب من الأعلى للأسفل، كلما اتجهت من الأعلى للأسفل راح يزداد عندي الراديوس، لأنه أنا كلما اتجهت نحو الأسفل قينضاف عندي شيل جديد، وهذا أوردي راح يزيد لي الراديوس الخاصة بالأتوم. هذا الشكل يمثل لي الأتوميك راديوس according to the periodic table. نلاحظ خلال البريود كلما اتجهنا نحو اليمين الراديوس للأتوم قل بسبب الأتراكشن اللي قيصير ما بين النيوكليوس وما بين الإلكترونز، بينما خلال الجروب كلما اتجهنا نحو الأسفل من الأعلى للأسفل راح تكبر ويزداد الراديوس الخاص بالأتوم. هذا الشكل يمثل لي الأتوميك راديوس according to the periodic table. نلاحظ خلال البريود كلما اتجهنا نحو اليمين الراديوس للأتوم قل بسبب الأتراكشن اللي قيصير ما بين النيوكليوس وما بين الإلكترونز، بينما خلال الجروب كلما اتجهنا نحو الأسفل من الأعلى للأسفل راح تكبر ويزداد الراديوس الخاص بالأتوم. Ionization energy is the energy required to completely removing an electron from a gaseous atom or ion in its ground state. In other words, it's a measure of how much energy is required to
to remove an electron and thus a measure of how tightly the atom is holding their electrons. اللي أقصده بالionization energy هي الطاقة اللي أحتاجها حتى أزيح الإلكترون من الذرة أو من الأيون، ولهذا هي مقياس لمدى احتفاظ الذرة بإلكتروناتها. الionization energy راح يكون مقداره معاكس للأتوميك راديوس، يعني أنا من راح أتحرك خلال البيريود من الليفت إلى الرايت راح تزداد عندي الionization energy، يعني عكس الأتوميك راديوس، لأنه أنا كلما اتجهت نحو الرايت الأتوميك راديوس راح يقل، وبهالحالة الإلكترونز راح تكون أقرب للنيوكليوس، فالأتراكشن راح يكون قوي، وبهالحالة راح أحتاج إلى إنرجي أعلى حتى أزيح هذه الإلكترونات. بالنسبة للجروب، لو أنا تحركت من الأعلى للأسفل راح تقل عندي الأيونيزيشن إنرجي مثل ما قلنا عكس الأتوميك راديوس، لأنه في أسفل الجروب الأتوم راح تكون أكبر، وبهالحالة الإلكترونات راح تكون أبعد عن النيوكليوس، فأحتاج إلى إنرجي أقل حتى أزيحها. The first ionization energy is the energy required to remove one electron from the parent atom, while the second ionization energy is the energy required to remove the second electron from the ion. يعني عادة أول إلكترون أزيحه الإنرجي راح أسميها بال first ionization energy، بينما ثاني إلكترون من أزيحه من الأيون راح أسميها بالsecond ionization energy، وراح تكون أحتاج إلى طاقة أكبر من الfirst ionization energy. The electronegativity is a measure of the affinity of an atom for its electron and the ability to take on additional electron. يعني مدى احتفاظ أو قابلية الذرة على الاحتفاظ بإلكتروناتها يسمى بالإلكترونيجاتيفتي. عادة الإلكترونيجاتيفتي يكون لها علاقة بالأيونيزيشن إنرجي. الإلكترونز اللي يكون عندهم low أيونيزيشن إنرجي have low electronegativity، لأنه معنى هذا بأنه النيوكليوس do not exert a strong attraction forces لهذه الإلكترونز. الإلمنت with high ionization energy راح يكون عنده high electronegativity، معنى هذا بأنه راح تكون ال strong pull exerted on the electrons by the nucleus. فبهالحالة الإلكترونيجاتيفتي راح تكون مشابهة للأيونيزيشن إنرجي، راح يكون عنده increases through the period from left to right، وبالنسبة للجروب راح تقل من الأعلى إلى الأسفل. أعلى element عنده أعلى إلكترونيجاتيفتي هو الفلورين، بينما the least electronegative element هو الفرانسيوم. Finally we have the metallic properties. لو نلاحظ الجدول الدوري، الخط المائل العناصر اللي يكون لها لون برتقالي هذه تمثل لي السيمي ميتال أو أشباه الفلزات. العناصر اللي راح تكون إلى الجهة اليمنى راح تكون نون ميتال، بينما إلى الجهة اليسرى راح تكون عند الميتاليك بروبرتيز. Finally هذا الدياجرام يختصر كل هذه البروبرتيز اللي شرحناها. حاولوا أنه أنتم من تدرسوها على الجدول الدوري، وتحاولون تربطون وحدي مع اللخ الصيغ الدراسة أسهل وتبقى ببالكم. هذه المحاضرة الأولى انتهت. إذا أي أحد عنده سؤال أو استفسار ممكن أنه يكتبه بالكلاس روم وراح أجاوب عليه.